بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مس امل عامر، والنهارده ميعادنا لللايف التاني. النهارده الساعه 2 الظهر ان شاء الله بتوقيت القاهره. معلش هنظبط مواعيدنا، وهتبقى مواعيد مناسبه للاطفال عشان يرجعوا من المدرسه يريحوا شويه. بس معلش النهارده بس اكتوبر 20 يوم الثلاث ان شاء الله ميعادنا الساعه 2 كي جي 1 وكي جي 2. احنا بدانا في المنهج، اهو ما تجوش، هستناكم. بنقول حاجات مهمه جدا 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 ساعات ما بتبقاش موجوده في الكتب. وبرايمري 1 وبرايمري 2 لو موجودين يبقى جريت، علشان تراجعوا معانا ونتاسس مع بعض ونذاكر مع ميس امل. اشوفكم على خير. See you very soon. Bye.